بسم الله الرحمن الرحيم أيها الحب الكريم مشاهدينا مستمعين الأفاضل أينما كنتم نجدد لكم الترحيب والتحية المسائية مع هذه الانطلاقات المتواصلة والمتميزة شوطا يليه الآخر من انطلاقات الخير والبركة ضمن فعاليات وانطلاقات هذا السباق المحلي السابع انطلاقة الشوط الثاني في هذه اللحظات والانطلاقه الاولى والرئيسيه الخاصه بالثنايا القعدان المسافه هي الستة كيلومترات نسير وياكم نحو الصدارة نحو البداية الأولى لكي يتابع ساس على المركز الأول محمد بن عبد الله بن راشد بن جابر بن حمد يقدم لنا انطلاقة ساس على المركز الأول انتقل للمركز الثاني المركز الثاني ضاوي وانطلاقة شعار غيث بن راشد بن سالم بن حاكم المالكي يقدم لنا انطلاقه ضاوي مع المركز الثاني انتقل للمركز الثالث المركز الثالث مبلش وانطلاقه مبلش في هذه اللحظات وانطلاقه سعيد بن حمد بن صالح الفهد المري يقدم لنا مبلش مع المركز الثالث المركز الرابع اتابع شجن مع المركز الرابع وانطلاقه شعار الشهواني من يقدم لنا انطلاقه شجن مع المركز الرابع في هذه اللحظات خليل بن ناصر بن منصور الخليل الشهواني مع المركز الرابع المركز الخامس أوتابع سياف مع المركز الخامس محمد بن فيصل بن مبارك العجب الشهواني مع المركز الخامس هكذا هي النتيجة مشاهدينا مستمعين الأفاضل للمراكز الخمس المتقدمة والمتميزة مع انطلاق ومسار هذا الشوط نعود للصدارة للبداية لكي يتابع في هذه اللحظات من غير الأمور انتقل للصدارة للمركز الأول وتابع مبلش مبلش على المركز الأول بشعار بو حمد في هذه اللحظات سعيد بن حمد بن صالح آلف المري يقدم لنا انطلاقة مبلش على المركز الأول المركز الثاني وتابع اللي على المركز الثاني الثاني في هذه اللحظات يصل ضاوي مع المركز، الثاني غيث بن راشد بن المالكي يقدم لنا انطلاقه ضاوي على المركز الثاني المركز الثالث وتابع من تدخل بدوره على المركز الثالث يصل بن ذروه يقدم لنا انطلاقه مشغل علي بن جابر بن جار الله بن ذروه البريد مع المركز الثالث المركز الرابع وتابع تابع بن خليل يقدم لنا انطلاقه شجن مع المركز الرابع في هذه اللحظات خليل بن ناصر بن منصور الخليل الشواني يقدم لنا شجن مع المركز الرابع المركز الخامس وتابع الاسماء القادمه الشعارات الباحثه عن الفوز عن الانتصار في هذه اللحظات يصل سياف مع المركز الخامس وانطلاقه شعار العجب مع المركز الخامس يقدم لنا السياف محمد بن فيصل بن مبارك العجب الشواني هكذا هي النتيجه يا من تستمع يا من تتابع لكن بنعود للصداره للبدايه لكي يتابع الفيدي مسيطر على زمام الامور يقدم لنا مبلش وماركه مبلش الغنيه عن التعريف سعيد بن حمد بصالح ألف هدا مع انتصاف المسافة في هذه اللحظات ركز يا أبو حمد التركيز مطلوب مع الانطلاقات الرئيسية أتابع المركز الثاني المركز الثاني ضاوي 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 من السلطنة في هذه اللحظات من سلطنة عمان فمرحبا بجميع الضيوف أتابع المالكية يقدم لنا ضاوية مع المركز الثاني غيث بن راشد بن سالم بن حاكم المالكية على المركز الثاني المركز الثالث يصل الخطير في هذه اللحظات يصل مشغل مع المركز الثالث وانطلاقة بن ذروة يقدم لنا مشغل علي بن جابر بن جار الله بن ذروة البريدي على المركز الثالث المركز الرابع تابع العجب يقدم لنا سيوف محمد بن فيصل بن مبارك العجب الشواني مع المركز الرابع المركز الخامس وتابع الاسماء القادمة الشعارات التي بدأت بالظهور هذا الحذر مع المركز الخامس في هذه اللحظات خميس بن محمد بن خميس بن عويضة المريخية يقدم لنا الحذر that هكذا هي النتيجة لكن بنعود للصدارة للبداية لكي يتابع بن حاكم بن حاكم غير الأمور في هذه اللحظات على الصدارة على المركز الأول وتابع مبلش في هذه اللحظات وانطلاقة شعار سعيد بن حمد بن صالح آلف هيدا والمركز الثاني يتابع ضاوي ضاوي مع المركز الثاني بشعار المال والمركز الثالث وشاهد في هذه اللحظات تقدم وانطلاق سياف بشعار العجب على المركز الثاني المركز الثالث ارى الحذر الحذر وحذاري من الحذر اللي على المركز الثاني في هذه اللحظات المركز الرابع بن دروه والمركز الخامس وتابع شعار الفهد لكن بنعود بنعود للصدارة للبداية لكي يتابع الحذر على الصدارة على المركز الأول خميس بن محمد بن عويضة المريخي يقدم لنا انطلاقة الحذر على الصدارة على المركز الأول المركز الثاني وتابع وتابع سياف ولكن أرى الغادمون وصلوا أهل الطلايب في هذه اللحظات أرى اللي تواجد ارى اللي حضر مع المركز الثالث اتابع في هذه اللحظات سهيل عبد الله بن مطر بن ضابط الدو غير يغير الامور مع انطلاقه الكيلومتر الاخير الكيلومتر المثير بهذه اللحظات بن ضابط بن غير الامور للصداره للمركز الاول يقدم لنا سهيل سهيل على المركز الاول المركز الثاني يتابع سيافة والحدر مع المركز الثاني المركز الثالث يصل ضاويه ضاويه مع المركز الثالث المركز الرابع أرى دروه لكن 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 لكن, لكن بن حاكم بن حاكم حكم المقدمه في هذه اللحظات حكم الصداره مع انطلاق الضاويه ضاوي ضاوي على المركز الاول وانطلاقه المالكي في هذه اللحظات يقدم لنا ضاويه مع الانطلاق الاخير مع انطلاق المثير والامتار الاخيره في هذه اللحظات السلام بالحاكم سلام السلام يا المالكي سلام السلام يا السلطنه على هذا الاداء الاكثر من رائع تهانينا والناموس المالك ضاوي وانطلاقه شعار ضاوي في هذه اللحظات غيث بن راشد بن بن حاكم المالكي ثاني لو الناموسه المركز الثاني وصل بن ذروه وانطلاقه مشغل علي بن جابر بن جار بن ذروه ال بريد والمركز الثالث المركز الثالث سهيل عبد الله بن مطر بن ضابط الدوسري والمركز الرابع المركز الرابع الحدر خميس بن محمد بن خميس بن عويضه المريقي والمركز الخامس. المركز الخامس هجام لزيد بن بنتخيل المري، إذا مشاهدينا مستمعينا لفاضل تهانينا والناموس لابناء السلطنة. ما انتزعوا ناموس الشوط الأول الخاص بالثنائي قعدان مع ضاوي قيت بن راشد بن حاكم المالكي، توقيت زمني وغدره تسع دقائق اثنين وعشرين. و12 جزء من الثاني ثانينا والناموس للجميع